عندنا مشكلة في تكاليف الزواج من مدة طويلة، مش من دلوقتي ومش في البلد بس، وده اللي دفعنا ان احنا نعمل الحملة دي، والحمد لله استمرنا فيها حوالي من 40 ل 50 يوم. احنا عايزين موضوع الجهاز اصلا ما يبقاش قدام الناس، موضوع الجهاز يبقى بالليل، دي حاجة احنا مش مجبرين عليها، تمام؟ احنا كاتب الكتاب وبعد كده الفرح والحنة، تمام؟ العزال زمان عندنا كان ليه يوم مخصوص، الناس بتروح تشهد شيل العزال، لا الكلام ده خلاص، احنا اتفقنا ان الناس ان شاء الله اللي هتبتدي تتجوز لا العزال ده يبقى اصلا قبل الجواز باسبوع او اسبوعين، تمام؟ فبالتالي مش هيدي فرصه للناس انها تتفرج على العزال، فيجيب لبنته براحته، انت الحاجه بتاعتك اللي انت بتتباهي بيها اصلا مش هتتم، فبالتالي انت هتجيب الحاجه المعقوله. في بنتين عندي اتجوزوا بسم الله ما شاء الله، ربنا يرزق الجميع بالخير يا رب. انا عرضت على اهل العريس، قلت لهم يا جماعه الايام اللي جايه مش مضمونه، اي شاب النهارده عشان يبتدي وهو مديون بيفضل طول عمره مديون، ونرجع في الاخر نقول الحكومه ومفيش شغل، ايه المانع انك انت توفر جزء وانا اوفر جزء ونجيب الضروري، والعيلين دول او الولد والبنت دولت يطلعوا يعملوا مشروع يتسندوا عليه. ابرز حاجه جت في الايمن ان احنا عرضنا فيها من كل حاجه واحده في الاجهزه الكهربائيه، لان احنا عندنا عرف هنا ممكن الواحده تجيب في الاجهزه الكهربائيه 3-4 حاجات. البنات بقى تتجهز، يعني الاب دلوقتي بقى يدفع لبنته تعليم، والتعليم اصلا صعب ومواصلات والكلام ده كله، وفي الاخر خالص بيجهزها بجهاز عالي ومبالغ فيه جدا. بدل ما بجيب غسالتين ثلاثه او ثلاجتين او 6 انابيب او 10 بطانيات او 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 اقعد عد اجهزه كهربائيه الى ابعد الحدود، بدل ما اجيب كل ده طب ما اجيب فيها الايه الضروري بس اللي انا اقدر استخدمه او استعمله. الحمله بتتركز ان احنا نلغي اوضه الاطفال اللي هي بتتكلف دلوقتي اكتر من 15,000 جنيه، ان احنا النيش يعني واوضه الاطفال، النيش برضو بيكلف مبالغ طائله، فانت وفرت للناس دلوقتي حوالي 200,000 جنيه من ال 300,000 جنيه. فبدا احنا بنقول للناس اللي عايز يوصل ل 100,000 جنيه يوصلها، مع الاحتفاظ بحق البنت برضو، احنا مش هنهدر حق البنت، بس احنا بنتكلم في رينج ال 100,000 جنيه، 100,000 جنيه احنا شايفين ان هو معقول. لا طبعا موال القايمه دوت، الناس يعني احنا عندنا كبلد ارياف الناس بتبتدي تبص لبعضها، انا جبت البنت مثلا ثلاجه، لا بنت عمها تقول لا مش عايزه الثلاجه دي، انا عايز ثلاجه احدث منها، عايزه جبت الشاشه لا انا عايزه شاشتين، عايزه كذا، بيبتدوا البنات تبص لبعضها، وتبتدي ربات المنزل هي اللي تبتدي تغالي في الجواز وتغالي في الاسعار.